مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. كعادة كل الأسابيع اللي فاتت مفيش كلام غير عن القضية الفلسطينية وغزة، ولكن خلينا نشوف إيه هي آخر الأخبار اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا، ونبدأ زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. الانتخابات الرئاسية بالخارج، مجزرة جديدة في غزة، إيلون ماسك يخرج عن صمته. اتصدرت أخبار الانتخابات الرئاسية في الخارج الترند في السوشيال ميديا، وشفنا كتير من المصريين اللي عايشين برا مصر بينشروا صور ليهم هما بينتخبوا في مشهد حضاري وديمقراطي يدعو بجد للفخر. شفنا كمان صور وفيديوهات لأعداد من المواطنين واقفين عند مراكز الاقتراع في السفارات بتأكد أنه في إقبال كبير من المصريين في الخارج على الانتخابات. كمان كان في عدد من الفنانين اللي مرتبطين بتصوير اعمالهم الفنيه في الخارج واللي راحوا اللجان عشان ينتخبوا، زي طبعا الفنان احمد بدير واللي ادلى بصوته في لبنان، واشرف عبد الباقي اللي ادلى بصوته في السعوديه. مبسوط طبعا ان الناس مهتمه وبتشارك في الانتخابات حتى في خارج مصر. يمكن النهارده انا مش لاول مره ببقى خارج مصر وقت انتخابات، هي صدفه غريبه يعني، لكن طبعا الواحد بيبقى حريص ان هو يعمل دوره يعني. كل المصريين موجودين. كلنا تابعنا انتهاء الهدنة للحرب في فلسطين يوم الجمعة اللي فات، ومن وقتها والقصف الوحشي الإسرائيلي لقطاع غزة مستمر، ولكن أكتر فيديوهات وصور انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا كانت خاصة بالمجزرة اللي حصلت في حي الشجاعية، واللي تم قصف فيها حوالي 50 منزل ووصل عدد الشهداء لأكتر من 300 شهيد. وطبعا العدد ده في زيادة مستمرة بسبب أنه لسه في أشخاص تحت الأنقاض والحماية المدنية، والأهالي مش عارفين يطلعوهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مربع كام في حي الشجاعية تم استهدافه. المجازر الوحشية دي ظهر بوضوح في البوست اللي عمله الصحفي الفلسطيني معتزل عزيزة على صفحته على الانستغرام، واللي بعت فيه رسالة مؤثرة جدا تفاعل معها مئات الالاف من المتابعين على السوشيال ميديا. معتزل قال في رسالته انه انتهى وقت التغطية الصحفية وجه وقت النجاة، واكد ان الوضع بقى صعب جدا في قطاع غزة وانه اتحول لإبادة جماعية. إيلون ماسك مالك منصة إكس واللي هي تويتر سابقا، انتشر ليه فيديو اتصدر الترند على السوشيال ميديا، وكان واضح فيه انه متعصب جدا بسبب سياسة الابتزاز اللي بتمارسه ضده شركات الإعلانات الأمريكية، واللي قرروا سحب إعلاناتهم من المنصة بسبب موقفه الرافض للمجازر البشرية اللي بتحصل في فلسطين. The trip to Israel is independent of it wasn't some like apology tour. I want to be clear. That was Let's talk about that. Take us back to the moment at which you write that. Trip to Israel is independent of it wasn't okay. Like in response to that at all. Well, we'll do Israel in just a moment. And I have no problem being hated. Deception that was part of a apology tour, if you will. That this had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope today. They stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. كشفت التقارير الصحفية الغربية اللي منها مثلا صحيفة بيزنس انسايدر ان منصة اكس بتواجه أزمة مالية كبيرة، وانه في عدد من الاستقالات الجماعية، وانها حاليا بتشتغل بطاقم عمل صغير جدا. تعالوا نروح نشوف دلوقتي ايلون ماسك قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. What do you mean? If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money? Go. Is that clear? وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب.
في وسط حالة الحرب على قطاع غزة وانشغال كل الناس بيها، في خبر بعيد تماما عن الحرب عمل حالة من القلق والرعب لناس كتير على السوشيال ميديا، وخصوصا انه بيفكرهم بأيام فيروس كورونا والحظر والموت. الخبر ده بيقول ان في فيروس تنفسي جديد بدأ ينتشر بقوة في الصين وبيصيب الأطفال أكتر، وانه عدد الإصابات اليومية بيه وصل للآلاف. وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي انتشر بقوة على كل منصات التواصل الاجتماعي، في أعداد كبيرة جدا من الناس واقفين بداخل واحدة من مستشفيات الصين. مش بس كده، ده في دول زي كندا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية بيطالبوا بتعليق الرحلات الجوية مع الصين بسبب طبعا غموض الفيروس اللي بيشبه في أعراضه الالتهاب الرئوي. لكن الموضوع مش كده، ولأن الموضوع خطير ومحتاج توضيح هيكون معانا على زوم دلوقتي الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول أمراض المناعة. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في البداية عايز أعرف إيه حكاية الفيروس ده بالظبط؟ خلينا نطمن الناس بداية، ده الجزء اللي احنا لازم نبدأ بيه الكلام بتاعنا. الجزء الثاني المهم جدا هي معلومة ما هو واقع الصين حاليا وما كان وما سيكون. الصين فيما كان ما قبل إجراءات كورونا الاحترازية كان بتسجل سنويا أعداد معينة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل مراكز مكافحة العدوى لأعداد الإصابات بالأمراض التنفسية سواء لكبار السن أو للأطفال أو في فترة منتصف العمر. الأعداد دي ما بعد دخول كورونا حياتنا، هل الأعداد دي زادت؟ بالتبعية وبالمنطق وضع طبيعي إن كانت الأعداد دي تزيد. مظبوط. والأعداد بتاعت الإصابات اللي زادت في الوقت الحالي دي هي زيادة لنشاط مجموعة من الفيروسات اللي بتنشط في موسم الخريف من كل عام. زي فيروس التنفس المخلاوي وفيروسات الأنفية، ودي مجموعة تتعدى 120 نوع، إلى جانب طبعا الإنفلونزا والبارا إنفلونزا وغيرهم كتير من الفيروسات التنفسية. أضيف إلى كل الكلام ده فيروس كورونا بإصاباته التقليدية اللي بقت موجودة دلوقتي، اللي بتاخد شكل أدوار البرد أو أقرب ما يكون إلى أدوار الرشح. في بعض الحالات ضعيف المناعة يتطور الأمر معاهم إلى حالات الالتهاب الرئوي، وإن كان برضو بيكون شكل من الأشكال البسيطة. فخلينا نتفق مع بعض أن الزيادة ما حصلتش زيادة لأن في فيروس جديد ظهر في الصين وعلى أثره حصلت الإصابات والكلام ده، ولكن الزيادة حصلت لدخول الفيروس من ضمن قائمة الفيروسات المعدية. فبحكم ان هو بقى من ضمن قائمة الفيروسات المعدية بقى عندنا مجموعة معلومة علم اليقين لحياتنا كلنا، إضافة إلى فيروس كورونا لدى جمهورية الصين الشعبية. في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها هنا حضرتك، إن ده أول موسم شتاء كامل يعدي على جمهورية الصين بلا أي إجراءات احترازية، يعني لم يكن من قبل على مدار الثلاث سنوات اللي فاتوا الصين بتخش موسم الشتاء بدون إجراءات العزل وإجراءات الفصل وإجراءات حجز المرضى. ده موسم فريد، فوضع طبيعي إن كان يتشاف زيادة في أعداد الإصابات، ولكن ليست بالإصابات اللي تفض أو زيادة اللي تفض، عشان نبقى موصلين للناس المعلومة كده. طيب، بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وهم بيطالبوا بتعليق الطيران للصين قالوا أنه فيروس غامض. يعني إيه يا دكتور فيروس غامض؟ طيب خلينا برضو نتفق مع بعض أن الصورة غير مكتملة كامل. إحنا ده كده هيبقى فيه شقين، شق إن كانت أمريكا تعلم معلومة لا يعلمها أهل الأرض فواجب عليها أن هي تنصح أو تفصح أو تعلن عنها، لأن أمريكا مش هتيجي الكونغرس الأمريكي يعلن عن إجراءات أو نصائح أو بعض الإرشادات بتعليق الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية الصين الشعبية لشيء غير معلوم أو هو بالنسبة لهم شيء غامض. لابد من توضيح أكتر من سواء الكونغرس أو الهيئات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هل معنى ان عدد الاصابات بيه يوميا ان هو ممكن يتحول الى جائحه؟ وكمان عايز اسال حضرتك سؤال تاني في نفس السؤال ده، ليه الاطفال؟ هل بسبب مناعه مثلا او حاجه؟ الاطفال دايما بيكونوا اكثر عرضه للفيروسات المستحدثه او الفيروسات الجديده. خلينا هنا نتفق على شقين. الشق الاولاني، هل هو في فيروس جديد فعلا ولا لا؟ فالاجابه لم تكتمل الصوره بعد الى اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضرتك دي. طب، لغايه اللحظه دي لم تكتمل الصورة بعد، ولكن هل وارد يبقى في حاجة جديدة نحن لا نعلمها؟ الإجابة قطعا نعم، لأن الصين مش من ضمن الدول اللي بتصح عن كل الأرقام أو كل الأعداد أو كل الإصابات أو كل الأمراض بشكل دوري، دايما بيبقى في تأخير في إعلان النتائج. هل وارد إن هو يتحول إلى جائحة ولا لا؟ نحكم على الأمر ده
بعد علمنا ما هو الفيروس. وقتها نقدر نتكلم مكالمة جديدة ونعمل لقاء جديد ونعلن عن الحقائق بكل تفاصيل. طيب دكتور، احنا طبعا في فصل الشتاء وبيكون في اصابات بالبرد كتيره جدا بسبب تغيير الجو، ازاي نفرق بين ان في اصابه خطيره وان ده فيروس وان ده برد؟ لان دايما احنا بنلخبط في الموضوع ده بالنسبه لاي انسان عادي. خليني اخد الجزء بتاع حضرتك الى شقين او الى سؤالين. السؤال الاول، هل في الوقت الحالي اصحاب المناعه الجيده عليهم اي خوف؟ فالاجابه قطعا لا. أوكي. كل ما له علاقة الشباب أو فترة منتصف العمر أو الأطفال أو حتى كبار السن، إن كان مهتم بالأكل والشرب والنوم ونظام الحياة الصحي الصحيح وممارسة القليل من الرياضة، يعني مش عايزين ممارسات شديدة أو قوية أو كبيرة، ممارسة رياضة أيا ما كانت إيه هي، هنا هنضمن جهاز مناعة قوي سليم صحيح، مش هنخاف على المصاب أيا ما كان إيه هي فترة عمره أو حالته. ده رقم واحد. رقم اثنين، ازاي نفرق ما بين الاعراض؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا مئات الفيروسات التنفسية من عوائل مختلفة كلهم بيتشابهوا في نفس الاعراض. من اول كورونا نفسها حضرتك عندنا فصائل ليها قديمة معانا من الستينات في كتب الطب كبنها، سواء الOT او الHK1 او الE229E، كلها اكواد لفيروسات معلومة علم اليقين كتيرة بتتشابه في أعراض البرد العادية مع بعضها البعض. فقدرتنا إحنا كبشر على التفريق ما بين ده وده مش هتفرق معانا إلا لو كان الفيروس خطير أو محتاج مننا رعاية خاصة. طب حكم إن هم كلهم بيتشابهوا في نفس الأمر أو في نفس الأصل، مش محتاج مننا إن إحنا نبقى قلقانين ولا محتاج مننا إن إحنا نخاف. محتاج مننا إن إحنا نهتم بالمناعة، ناكل كويس، نشرب كويس، نبتعد عن السموم البيضاء، نمارس الرياضة بشكل نظامي. الحاجات دي هتضمن لنا مناعة تمام، وأي مكان إيه هو المعدي أو أي مكان إيه هو اللي هيعمل لنا العدوى التنفسية هنبقى إحنا في الحالة دي في أمان. دكتور محمود الأنصاري، استشاري أول أمراض المناعة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب، وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل من خلالها بالأرقام إزاي المشاهير بيستخدموا الأكاونتس بتاعتهم على السوشيال ميديا. ولسه بنكمل سلسلة أبطال غزة، وبطلنا النهاردة الصحفي صالح الجعفراوي اللي اشتهر بجملته لا أخشى الموت وسأظل شوكة في ظهرهم. صالح في وقت قليل جدا بقى مصدر مهم جدا لملايين المتابعين على السوشيال ميديا، لدرجة أنه عدد المتابعين ليه على الإنستجرام وصل ل 3,900,000 متابع، وده في وقت قليل جدا. أما هو فبيتابع تقريبا 313 أكاونت بس. صالح نشر حوالي 92 صورة وفيديو على حسابه على الإنستجرام، وكل اللي بينشره عبارة عن تغطية للأحداث في قطاع غزة. والحقيقة أنه تغطية صالح كانت مميزة جدا ومختلفة، لأنك هتلاقي ليه فيديوهات مثلا بيصورها وهو بيجري وبيحاول أنه يتفادى الهجوم والقنابل. في قصف كتير جاي على المستشفى، هاي رايحين نشوف شو هو، هاي راحت، هاي نحن رايحين نشوف، بس يا رب ما يضرب كم مرة يا رب. يلا ضرب هنا، يلا ايد واحدة، يلا بسم الله، تكبير، في حدا هان. ولكن وسط الألم والدمار اللي كان بيعيشه عرف يخلق لحظات فيها ضحك أو أمل بسيط، زي ما هتشوفه في الفيديو اللي جاي بالظبط. أنا اسمي صالح. إن شاء الله أنت صالح. يا رب يا صالح. رب ماشي لحقك، هذا تقويم. طب أنت حلو من غير تقويم. صالح تقس عليك يا صالح. والله يا حجة مولدي 44 انت. قديش يعني؟ يعني مولد قبل النكبة. ويا حجة هذا الفرن اللي بخبز عليه 25 سنة وانا بخبز على الفرن. 25 سنة وانت بتخبز على الفرن. حجة انت اقدم من اسرائيل؟ طبعا انا موجودة من يعني هذا الاشي بثبت انه احنا ايش؟ فلسطين ارضنا. غصب عنهم. انا متمسكة في الارض. هاي الدليل كمان. طبعا. هذول هم حجاتنا يا جماعة الخير. الله يطول بعمرها. أقول بلدي لو تحس علي مريا وأهلي لو قسيوا علي حناي. الله الله الله. وآخر فيديو نشره صالح كان كليب وينك يا إنسانية، وحقق 11,200,000. ومهم قوي إن احنا نقول إنه صالح الجعفراوي استفز جدا الإعلام الإسرائيلي والصهاينة طبعا حوالين العالم بسبب نشاطه الإعلامي ووصول متابعينه للملايين، لدرجة إن الإعلام العبري مهتم جداً إنه يرد عليه ويعملوا حملات إعلامية ضده، بالإضافة إن اسمه محطوط في القائمة الحمراء لإسرائيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.
مفيش أي حد في العالم إلا وبيسأل نفسه هو إزاي أهل غزة صابرين ومستحملين كل ده، لدرجة إن عشرات الآلاف من الفيديوهات واللي عملها أجانب انتشرت على السوشيال ميديا ومحتواها تقريبا هو سؤال واحد بس، إزاي أهل غزة صابرين كده؟ ويمكن نكون فاهمين شوية تحمل الرجال لأن دي طبيعتهم قوية طبعا وبتقدر إنها تمتص الصدمات، لكن اللي بنشوفه من ستات غزة حاجة عظيمة جدا، مثال حقيقي في الصبر والصمود. وعشان نعرف أكتر عن الست الفلسطينية وطبيعتها وتفكيرها هيكون معانا دلوقتي الإعلامية الفلسطينية الأستاذة نجوى أكتيفان. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أولا أنا بعزي حضرتك وبعزي نفسنا كمان على كل أهالينا في قطاع غزة اللي استشهدوا. وأول حاجة عايزة أسألها يمكن تكون خاصة، هل ليكي أهل أو أصدقاء دلوقتي حالا موجودين في القطاع؟ بداية بشكركم على إتاحة الفرصة إنه إحنا ننقل الصورة الحقيقية اللي بتصير بالقطاع ومعاناة أهلنا بقطاع غزة. عندي بعض الأقارب بغزة من الدرجة الأولى، بالإضافة طبعا للعديد من الأصدقاء. تعرفي أي حد استشهد؟ بنت عمي مع أولادها وزوجها وأهل زوجها اللي كانوا بالبيت تقريبا ما يعادل 28 شخص. أنا أسفة جدا. بسيطة. ربنا يرحمها بإذن الله. يا رب. وكان في كمان دكتور لإلي كان بيدرسني العبرية أيام الجامعة اسمه ناهد الرفاتي. كمان في صديق أصدقاء كان سعيد الطويل، كان من أول الصحفيين اللي استهدفوا في القطاع. أخيرهم كان زميل لي بدراسة الماجستير هو الدكتور أدهم حسونة، هو برضو صحفي. ويعني اللي بدي أحكي لك إياه إنه هم بيستهدفوا الصحفيين بالدرجة الأولى لحتى ما توصل أو ما توصل الحقيقة بالشكل الصحيح للعالم الغربي. طيب يا نجوى، أنا يعني طبعا أنا بتكلم من أول حلقة على صمود الست الفلسطينية، وأكيد الحاجات الستات هناك بيمروا بيها زي ما احنا قلنا في التقديمة، الست بطبيعتها غير الرجل، والرجل المفروض أنه هو بيتحمل أكتر أو بيكون بيحاول أنه يتحمل أكتر مهما كانت الصعاب أو الظروف اللي هو بيمر بيها. الست الفلسطينية احنا بنسأل النهاردة على تركيبتها لأن هي بالنسبة لنا هي حاجة غريبة جدا، مخلوق عجيب بالنسبة لنا، قوي وصمور صبور وصامد بطريقة مش طبيعية. ايه تركيبة الست الفلسطينية؟ تركيبتها بسيطة جدا، هي طلعت لقت الحياة الاجتماعية أو الحياة اللي موجودة جوات فلسطين بهذا الشكل. يمكن احنا نلاقي انه الست الفلسطينية يمكن أقوى من الرجل بهاي الفترة بالذات بهاي الحرب. احنا شفنا الرجال كتير كانوا منهارين من فقدانهم لأولادهم وعائلاتهم. الست الفلسطينية طبيعتها انه هي اتربت على انه لازم تكون قوية، لازم تكون ظهر العيلة زي ما هو الرجل ظهر العيلة، كمان هي سند العيلة والعمود الفقري تبع العيلة، وهي اللي بترتب أمور بيتها، هي اللي بتربي أولادها على حب الوطن، هي اللي بتربي أولادها على العلم، إنه لازم إنه أنت تتعلم لحتى تبني هذا الوطن. كتير منا حتى في نسبة عالية كتير من الشباب الفلسطيني متعلمين وبيطلعوا بيكملوا الماجستير وبيكملوا دكتوراه وبيرجعوا على البلد تاني، حتى اللي طلعوا برا خارج الوطن وكملوا وأخذوا جنسيات كمان رجعوا للوطن بالأساس. هنرجع لموضوع الست الفلسطينية. المرأة الفلسطينية تربت وصحيت على حالها، لقت حالها بنت شهيد، بنت أسير، أخت أسير، أخت شهيد. طبيعتها هيك تبنت إنه طول الوقت أنت في حراب مع الكيان الصهيوني، طول الوقت انت بتحاولي تثبتي انه انت ليكي احقيه بهاي الارض، فبتبني وبتكبري اولادك على حب الوطن، حب الارض، حب فلسطين، لانه هي اساسنا. بس بشوف يا نجوى فيديوهات انا بصراحه بتخض، يعني بلاقي اطفال يمكن يكون عمرهم فعلا ما بيتعداش الثلاث والاربع سنين والقصف شغال وهم ماشيين عادي في الشارع وكأن لم يكن. يعني لأنه الواحد لما بيسمع اساسا الباب بيتخبط بس جامد شويه بيقوم مفزوع. صحيح. دول اطفال بجد ما يعني
ممكن يكون الولد اللي انا اتفرجت عليه في الفيديو عمره ما بيتعداش الاربع سنوات، هو واخته اللي ممكن تكون اصغر منه، والقصف شغال والضرب شغال والصوت مسموع، والولد ماشي في الشارع وابوه مثلا بيساله انت خايف ولا حاجه؟ لا مش خايف. ازاي؟ هي تركيبتنا صعبه، يعني انا بحكي لك انه تركيبتنا احنا كشعب صعبه جدا. الطفل الاربع سنوات اللي انت بتحكي عنه هو اوريدي وكان عمره سنتين هو سامع صوت القصف. احنا يعني احنا كل سنتين كل سنه بتصير في عمليات حروب، كل يوم هو كمان هو خطر على اطفالنا وعلى شعبنا في فلسطين. في اغتيالات بتصير، في الزنانه هاي الطائره الصغيره طائره الاستطلاع، اول ما بتطلع هي معروف انه رح تضرب مكان، فهو الطفل نشأ على هذا الجو، فطبيعي ان هو ما يسمع صوت صاروخ او يسمع اي ضرب فهو يعني متأقلم على الحياه، لان هي هذه الحياه للاسف اللي موجوده جوا غزه، هي هذه الحياه اللي احنا بنتربى عليها كاطفال. يمكن انا الفتره اللي عشت فيها في غزه كان في اغتيالات. قعدت قد ايه في غزه اصلا يا نعم؟ شوفي انا عشت فتره كبيره في مصر، يعني انا مواليد مصر. اوكي. وسافرنا مع اتفاقية أوسلو المفروض اللي هي اتفاقية السلام اللي وقعت، ولكن ما كانت فيها أي سلام. الفترة اللي قضيتها بغزة كان كلها اجتياح انتفاضة الأقصى، موضوع محمد الدرة، كمان كان في اغتيالات للقيادات المقاومة اللي موجودة داخل القطاع بغض النظر عن الحزب، يعني ما كانت فيها سلام 100%. كان دائما في اجتياحات بريه، كانت في 2004 تزامنا كمان مع الاجتياح جنين والحصار للمقاطعه ايام مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. يعني كل هاي الحياه احنا تربينا عليها، يمكن هاي كمان قوتني وخلتني اشد اكثر انه لازم انه انا اعمل شيء لهاي البلد، لازم ان انا اوصل رسالتي، لانه احنا اللي برا هم سفراء ورسائل متنقلة عبر هاي الدول اللي احنا بنكون فيها لنوصل صوت شعبنا بالداخل. مظبوط. طيب في مشهد مش هقولك في مصر اتكلموا عنه، يمكن في العالم كله اتكلموا عنه، ان الام في عزا ابنها الشهيد بتكون متماسكة جدا وقوية جدا. يعني القصف انا متخيلة ان انت قلتي لي ان احنا عايشين وتولدنا وتربينا على الاصوات دي وعلى الضرب ده، وان احنا بنفقد ناس بس احساس الام وهي بتدفن ابنها الشهيد بيكون صعب جدا. وانا يعني يا رب ما حد فينا يعني يدفن ابنه، بس يعني الموضوع بيكون صعب لدرجه غريبه ان الست تفضل قويه بهذا المنظر. والمشهد ده انا محتاجاكي تشرحيه لي. هي عارفه وموقنه تماما انه هذا ابنها رح يكون عند ربنا في مكان احسن، في مكان افضل بكثير من يمكن الشهيد لسه احسن بكثير انه يصير بعيد الشر لأي طفل أو أي شاب إنه يفقد أعضاء أطرافه، إنه يفقد عينه، إنه يعيش طول الوقت على كرسي متحرك. الست الفلسطينية إيمانها كبير إنه ربنا هيعوضها خير، أو هيعوض هاي البلد برجال أفضل، رجال يقاوموا. الشهيد هذا هو نفس الروح هاي حتيجي وتحارب وتقف صف المقاومة وتحارب الاحتلال. يعني احنا شفنا قوة المقاومة بالساحة في قطاع غزة، ما حدا متخيل انه مش انا موقنة تمام الايقان انه ربنا باعد جنوده ليحاربوا ويكونوا سند لمقاومتنا داخل الارض في وجه الاحتلال. صدقيني هاي القوة، الانسان بضعف احيانا طبعا، بس هاي القوه بزياده ربنا بيبسها، ربنا بيبسها في قلوب المقاومين وبيسندهم بشكل او باخر. ونفس الاحتلال قال لك احنا بنحارب اشباح بقطاع غزه، وهو فعلا بيحارب اشباح، هو ما بيقدر. زي ما بنفقد اطفال ونساء وشباب وشيوخ ومقاومين ايضا، كمان هم بيفقدوا جنودهم، بكفي الذعر اللي هم فيه في جيشهم. طبعا انا كنت عايزه اسالك على الموضوع ده. احنا طبعا بنشوف في السوشيال ميديا الناحيه بتاعت
غزة والناس اللي بتدعم القضية الفلسطينية والكلام ده، بنشوف شوية حاجات عن اللي بيحصل في إسرائيل، لكن عمرها ما بتكون الصورة واضحة جدا هم عايشين إزاي أو إيه اللي بيحصل فيهم. تقدري تقول لنا حاجة عن الموضوع ده بالنسبة لغزة؟ بالنسبة لإسرائيل. لإسرائيل شوفي، هو هناك في تعتيم عن الإعلامي بالزبط. إنه في أي شيء بيصير أصلاً، هم دايما شايفين حالهم ان هم المنتصرين بالظبط، دايما بيطلع وزير الدفاع او وزير الامن الاسرائيلي او نتنياهو ان هم بياكدوا انه احنا جيشنا منتصر وانه احنا دخلنا عمق قطاع غزه وانه احنا منتصرين وانه احنا، وبيعتقلوا على فكره كثير من الشباب الموجود داخل القطاع على الحواجز اللي هم بيحكوا ان هي امنه، بيعتقلوا شباب واعتقلوا كمان فلسطينيات، في 10 فلسطينيات اعتقلوهم ونقلوهم لسجون بالداخل. فهو دايما بينقل انه احنا منتصرين رغم كل الدمار اللي بتسبب المقاومه داخل الاراضي المحتله، ولكن هو دايما عايز يبين للعالم الغربي وشعبه اللي خارج، مش الداخل، الداخل عارفين وموقنين بالخساره، ولكن عندهم حكومه تعاند ولا تعترف بخسارتها. طب ايه اللي بيحصل جوه في الاراضي المحتله؟ في الأراضي المحتلة هو عشان يعني يغطي على خسارته، هلا هو بيعمل عمليات اجتياح لمخيمات في جنين ونابلس وطول كريم ورام الله، بيدخل بيعتقل كثير من المواطنين، قسم المدن ومنع الحركة بشكل كبير، بيعتدي عليهم أثناء حركتهم للوصول لأشغالهم. تقريبا الحياة هناك في الضفة تكاد تكون متوقفة بسبب الحواجز والإهانات والتمادي في الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال. هو طول الوقت عايز يبين أنه أنا تمام، أنه أنا مسيطر على الأرض وما فيش أي حدا. يعني إحنا شفنا كمان حتى المخيمات جنين قصفت بالطيران، هي أول مرة تصير أنه الاحتلال يقصف الضفة بالطيران. كان دائما الاجتياحات بتكون برية. فكرة أنه أنا في الوقت هذا أنه أنا أقصف طيران، هو بيحاول أنه يخلي كل الأراضي الفلسطينية في حالة غليان وفي حالة تهجير زي ما هو بده يعمل، ولكن أنه صمود شعبنا بالداخل هذا مجننه، مش مخليه يسيطر. يعني انت شفت قطاع غزه قديش في دمار وقديش في شهداء والناس لسه عايزين واصابات ومش عايزين يمشوا، محدش عايز يمشي بالضبط. هي الفكره كلها احنا محتاجين ايقاف للحرب. هاي الرساله اللي دائما بنحاول ان احنا نوصلها للمجتمع الغربي، ولكن امريكا مسانده بشكل كبير. يعني هي بتطلع بتقول، او ادارتها كممثله بايدن بيقول لك انه انا وجهت كلامي لنتنياهو انه يخفف ضرب بالمدنيين والكلام هذا، الكلام هذا ما فيش عندك المسكين الحكومة الأمريكية من ناحية تانية كوزير الدفاع أو الجيش الأمريكي بدعم، في مليارات بتدعم الجيش الإسرائيلي، بتوصل يوميا مساعدات سواء كانت بشرية أو مادية أو حتى بالأسلحة. بدي أحكي لك أنه حتى الأسلحة المستخدمة هي أمريكية الصنع. طبعا بدك تجربي سلاح أنت اخترعتيه، جربيه وديه على إسرائيل ليتم قصف قطاع غزة فيه. كل ما يتم استخدامه من أسلحة في قطاع غزة هي أسلحة بيولوجية بيستخدموها ليحرقوا البني آدم، ليقضوا على أي شيء. في كتير من الفيروسات البيولوجية انتشرت ما بين الشعب، الأسلحة بتعمل بطر للأعضاء بشكل حالي في لحظتها، يعني ما بيلحق اصلا انه يوصل للمستشفيات لو كان في كمان اصلا امكانيات طبيه. طيب نرجع للست الفلسطينيه، هل هي بتربي ولادها على مثلا تعمل ايه في حاله القصف، تعمل ايه في حاله لو حصل اي حاجه في الدنيا ان انت تتصرف فيها؟ احنا عائلاتنا جوات البيوت بيحاولوا ان هم يحتموا تحت مثلا زي بودروم للبيت او مدخل البيت نفسه، بحيث انه لو تم قصف البيت انه يكون هاي الجهه الى حد ما محصنه. فهي دائما بتحكي لاولادها
خليك مؤمن انه ربنا رح يحميك، خليك مؤمن انه هاي الارض لإلك انت بتدافع فيها بروحك، لو حصل اي شيء انت كمل مسيرتي، اطلع واحكي شو صار فيها كأم، اطلع واحكي شو صار فينا احنا كفلسطينية، ما تسكت. الطفل الفلسطيني بيستوعب كل اللي بيصير حواليه، هو زي ما حكيت لك بالبداية احنا تركيبتنا يعني يمكن مختلف. ربنا لما وصفنا بشعب الجبارين يمكن هي فعلا الصفة اللي احنا فيها هلا، يمكن من ربنا هو اللي معطينا هاي القوة انه احنا نكمل، هو معطينا انه احنا نكون قد الحمل اللي هو وقفنا فيه. المرأة بكل ضعفها هي قوية، هي سند عيلتها، هي الداعم والحامي لأطفالها، بتحاول في وقت الحرب إنه هي تكون حاضنة لأطفالها، تحاول هي تهديهم، تغني لهم، تحكي لهم قصة. شفنا كتير فيديوهات كان في احتفالات أعياد ميلاد لأطفال وسط دمار شامل، بالضبط القصف حواليها وهي بالزبط. بتحتفل، بدهش تحسس الطفل إنه الحياة متوقفة، لا الحياة مكملة، وهي دي طبيعة شعبنا إنه إحنا بنكمل حياتنا حتى لو القصف فوق راسنا. شفنا الست الفلسطينية وهي بتخبز لأولادها وبتخبز لجيرانها، هي دي طبيعتنا إنه إحنا لازم نكون شو أحكي لك، معندين للحياة، معندين لقوة الاحتلال. أنت بدك تدمرنا بس إحنا مكملين حياتنا. في الضفة هتلاقي الناس مكملة حياتها عادي، بتروح مدارس في وسط القصف. شو بدي أحكي لك يعني، كتير في كلام كتير ما بتقدري إنه أنت توصفي فيه الحالة، يمكن لأنه أنا مش موجودة كمان هناك. فمش قادرة أوصل لك الشعور الحقيقي للشعب الفلسطيني جوات القطاع. في ناس كتير خايفة على أولادها طبعا. وإحنا ما بننكر إنه أي حدا بيتحرك من مكان لمكان هو خايف على أولاده، مش خايف على روحه هو، لأنه هو ده الجيل اللي بده يبني مسيرة الدفاع عن فلسطين. طب نجوى، أنت فلسطينية وعايشة دلوقتي في مصر، إيه الرسالة اللي ممكن توجهيها للعالم كله من خلال ترانز؟ بوجه رسالتي للعالم إنه لازم وضروري إن نوقف هاي الحرب، هاي الحرب ضد أطفال، ضد سيدات، لازم توقف، لازم يكون في شعور ويكون في إنسانية أكتر اتجاه الفلسطينيين بقطاع غزة وبالضفة كمان. ما تفعله إسرائيل من تهجير قسري لشعبنا هو تصفية للقضية الفلسطينية، وإحنا لن نرضى بهاي التصفية. إحنا دفاعا عن القضية، حتى لو طلعنا إحنا دفاعا عن القضية مستمر، فضروري إيقاف الحرب. الإعلامية الفلسطينية الأستاذة نجوى أقتيفان، بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة. شكرا لك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي في نفس الميعاد.